لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفين الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ الأقمار الصناعية، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء واستشارية التنمية المستدامة. بعد التحية دكتور صفي، الدولة تولي أهمية كبيرة لتنمية سيناء، تحديدا عشرات المناطق التي لم تطرق أبوابها التنمية من قبل في شمال وسط سيناء وجنوب سيناء أيضا، من خلال مشروعات تركز على تحقيق الاستدامة. كيف تثمن جهود الدولة في هذا الشأن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تثمن دور الدولة وجهودها في خلينا نعمل فرق ما بين خطة 2082-2017 اللي بعد كده وصلنا فيها لمرحلة عملنا قد ايه نسبة في استصلاح الأراضي. خلينا نرجع بالخلف الورا وعلى طريق الأوسط، الطريق الأوسط اللي احنا مش كنا عارفين نكمله، والمفاوضات اللي تمت بيننا وبين الجانب الاسرائيلي في خصوص هذه الارض. خلينا نتكلم ان زاد 18 تجمع زراعي صناعي سكني، وال 18 دول ممتدين ان شاء الله طبعا طبقا لخطه الدوله لحد ما يوصلوا لمرحله ال 26 تجمع زراعي صناعي سكني. خلينا نتكلم ان احنا بنتكلم على نص مليون فدان تم اضافتهم مباشر في اربع مناطق موجودين داخل سيناء شمال وجنوب. خلينا نتكلم على جزئية تحلية المياه وتحلية ومعالجة المياه اللي تمت في محطة بحر البقر ومحطة السرو اللي هي فيها تم نقل حوالي 5.6 مليون متر مكعب يوميا داخل سينا في محطة بحر البقر. وفي محطة المحسمة تم نقل ما يقرب من 1.7 مليون متر مكعب مية علشان يتم استصلاح وتوسع أفق فيما لا يقل على مقدار حوالي 600 ألف على مرحلتين. احنا بنتكلم على جهود غير طبيعية وجهود غير مسبوقة. لما كنا بنتكلم زمان على ان الطرق هي أسس دمج البلاد وان الطرق هي أسس التنمية في كل مكان، لما كانت بعض الجهات بتتنمر على كمية الطرق اللي احنا بنعملها داخل مصر، النهارده نحن اكتسبنا احترام العالم فيما يخص هذه المشروعات الكبرى التي ادت الى ما يقرب من 600 ألف فدان حيث تم زراعتهم او تم زراعة مراحل منهم بالفعل. ال 600 ألف فدان دول احنا عارفين ان الاستصلاح الزراعي دائما وابدا المسلمة دائما بتقول محتاج عمر نوح ومال قارون وصبر ايوب. طيب هل التنمية كانت في سينا في هذه المجال، في هذا المجال الحيوي اللي هو مجال الغذاء، المجال المثلث الحياة، مثلث الحياة الماء الغذاء، واحنا شفنا ما يقرب من 600 ألف فدان داخل سينا ايه اللي تم فيهم؟ في السرو والقوارير، في منطقه بير العبد، في منطقه طبعه، في منطقه جنوب الانطره، في منطقه شرق الانطره، كل هذه المناطق اللي تم استصلاحها وتم زراعتها هي نوع من الغذاء. المثلث الضلع الثاني في مثلث الحياه هو الماء، حينما يتحول ما يخش سينا ما يقرب من 2 مليار او 2 مليار و8 متر مكعب سنويا سينا من مياه معالجة من وسائل او من مصادر مياه غير تقليدية، فده انجاز مالوش حلول. بالتأكيد هنتكلمش ابدا على ما تم في المناطق السياحية والمناطق العمرانية والمناطق الساحلية على البحر الاحمر على خليجي السويس والعقبة، وما تم بها من المناطق اصبحت هي الاكثر عالمية ذهب، لم تصبح ذهب التي كانت. نعم بالتأكيد. شرم الشيخ مدينة من الأساس قوية ومدينة ما تم إنجاز شرم الشيخ تم إعادة بنائها، كمية التنمية الموجودة في العمران اللي موجودة داخل أودية سينا، وأنا أقدر أعدهم لحضرتك بالاسم لأن هذه الكميات من التنمية إحنا كمركز بحوث الصحراء إحنا منفذينها بإيدينا وماشيين على رجلينا، وبنرفض دايما كدكاترة مركز بحوث الصحراء إن حد يشكك في عيني وفي علمي وفي تاريخي كمركز بحوث صحراء عريق
منذ عهد فؤاد الأول لما كان المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والعالم. نعم. يبقى بناء عليه احنا فاهمين ايه اللي بيتم في البلد. لكن دكتور صفية، على ذكر كل هذه المجهودات والجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة من أجل تنمية سيناء، كيف ترى المردود الاقتصادي لمشاركة قبائل سيناء في عمليات مكافحة الإرهاب والتنمية في شبه جزيرة سيناء؟ خلينا دائما ونعترف بصفة واحد من اللي مشي الأودية دي على رجليه، نعم، واللي عاش في وسط القبائل وكانت والاحتكاك مباشر، ليس هناك تنمية بلا أصحابها. أكيد. ليس هناك مشروعات تنمية تنجح بلا أصحابها، وهم أصحاب هذه المناطق المصريين الذين يقطنون سيناء. لولا وجودهم ولولا تعاونهم ولولا حبهم لبلدهم ما كانت كل هذه التنمية غير المسبوقة اللي حضرتك شايفاها على الوش. كل مكان في ناس صالحة وناس غير صالحة، في كل كون، في الكون كله، في كل البلاد، في كل الأقاليم، في كل العالم. ولكن هل تتخيلي أن كل هذا الكم من التنمية وبرامج الإنتاج وما تم في مشروعات الثروة السمكية على السواحل الشمالية وما على السواحل الشمال الشرقي، الساحل الشمال الشرقي، وما تم من مناطق تضيع عمرانية ومناطق من زراعة، لابد أنه كانت للقبائل دور إيجابي فيما يخص عمليات التنمية. وأنا واحد من الناس اللي عندي برنامج بحثي. البرنامج ده كان أساسه إيه؟ دمج أبناء سيناء في برامج التنمية. كل مشروعاتنا وكده، والبرنامج البحثي ده أو التوجه العلمي السياسي ده كان من فخامة الرئيس، ما تعملوش برامج تنمية من غير أبناء سيناء. فكنا دمج حتى هذا دمج برامج الغذاء التنمية أبناء سيناء في جميع برامج التنمية. دخلنا للسيدات في القبائل وعلمناهم ازاي يعملوا صناعات غذائيه، نعم، ازاي يعملوا مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر، ازاي يتواجدوا في كل برامج التنميه. بالتأكيد. فخامه الرئيس كان له رؤيتين، نعم. رؤيه ادراج المراه المصريه في كل برامج التنميه، وكانت من رؤيا انها عمود الاقتصاد المصري. أكيد. وقد كانت، وبناء عليه مشروع دار ادماج ابناء سيناء مشروع نعمل فيه منذ 5 سنوات، وليس هناك برامج اطلاقا لتنميه لمكان الا ما يكون اهله مشاركين فيه وراضين عليه. اذا دكتور صفي، جهود كبيره قامت بها الدوله المصريه من اجل تنميه سيناء وشارك فيها اهالي سيناء. تحياتنا لكل اهالي وابناء سيناء، وتحياتي لك الدكتور صفي الدين، متولي استاذ الاقمار الصناعيه، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء واستشاري التنميه المستدامه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.